السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده هنبدأ نتكلم، ندخل بقى شوية على الايدج ديتكتور اوبريتورز. احنا المفروض في اخر فيديو لما خدنا انترو على الايدج ديتكشن اتفقنا ان كل ايدج ليه حاجتين، ليه ماجنتيود وليه دايركشن، واتفقنا ان احنا عشان نجيب الماجنتيود بتاع اي ايدج بوينت بنبص على بنجيب بنعمل لها بندور على الفيرست ديريفيتيف في اتجاه الاكس دايركشن في اتجاه الواي دايركشن عشان نحسب الماجنتيود او الانجل وهكذا. طيب المفروض في الفيديو ده احنا هنبدأ نتعرف على مجموعة operators بت approximate ال first and second derivative. خلينا نتفق ان ال first derivative اصلا بتاع اي سيجنال هي عبارة عن difference، انا بشوف الفرق بين حاجتين وبناء عليه كأني جبت ال first derivative بتاعتي او عملت لها ايه، عملت لها derivation. طيب فهو ده اللي احنا هنجربه النهاردة، هنشوف ايه هي ال operators اللي الناس فكرت فيها عشان ت approximate ال first derivative، اللي منها اقدر اماجر التشينج اللي حصل في البرايتنس جوه الصوره. طيب مبدئيا اول حاجه وي ار اكزامينج ا سمول لوكال نيبرهود، يعني لكل بكسل من البكسلز احنا بنبص على النيبرز بتوعها سمول نيبرهود. وبعدين الاوبريتورز دي بتستخدم كونفوليوشنال ماسك، يعني انا في الاخر عندي فلتر او عندي ماسك وهابلايت على الصوره بتاعتي عشان احسب الديفرنس. في اوبريتورز بتعرف تديتكت الايدج دايركشن، يعني انا لما بعملها ابلاينج بعرف اتجاه الايدج دايركشن ايه عامل ازاي، عن طريق ان هي بتابلاي ديفرنت ماسك في ديفرنت ايه في ديفرنت دايركشن وبتبص على اكتر دايركشن حصل فيها تشينج مثلا. تمام، يبقى الاوبريتنج اللي بتابروكسيميت الفيرست ديريفيتيف اللي هنتعرف عليها دلوقتي هي بتاخد سمول نيبرهود حوالين البكسل نفسها عشان تعرف الديفرنس في الكالرز اللي حصل بينها عند البكسل دي، بتبدا تعمل كونفوليوشن عشان تميجر الديفرنس ده عشان تعرف الدايركشن. في اوبريتورز من اللي هنشوفها بتابلاي ديفرنت فلترز وذ ديفرنت دايركشنز عشان نشوف ايه هو احسن دايركشن موجود. اول اوبريتور واسهل اوبريتور ويعني اول حاجه خالص اللي هو الرابرز اوبريتور، ده فلتر 2 في 2. احنا غالبا احنا تقريبا ما عمرنا ما شفنا فلتر 2 في 2 من اول ما بدانا، ده بنشتغل على اود فاليو، يعني على السايز بتاعه بيبقى اود نمبر، 3 في 3 5 في 5 7 في 7. الروبرتس هو 2 في 2. طب هو الروبرتس ده بيعمل ايه؟ هو بياخد دي البكسل اللي هيغيرها، بقت البكسل مش في النص بقت في الكورنر، دي البكسل اللي هو هيغيرها، هو بيطرح البكسل من اللي على الدياجونال ده والبكسل دي من اللي على الدياجونال ده، كانه بيجيب الديفرنس في الريجن اللي هي 4 و4، الفرق بين البكسلز اللي ايه اللي قصاد بعض في الدياجونال. تمام، الماجنيتيود بتاع الايدج بتاعه هو عباره عن يعني ده ناقص ده، الفاليو اللي هنا ناقص الفاليو اللي هنا هنجيب الماجنيتيود بتاعها زائد الفاليو اللي هنا ناقص الفاليو اللي هنا. يعني لو انا عندي البتاع يعني الريجن بتاعتي 1 5 5 1 مثلا هي بالمنظر ده، اوكي، يبقى انا المفروض الماجنيتيود بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى 1 ناقص 5 بناقص 4، بس هنجيب الموديل المود بتاعته، وبعدين 5 ناقص 1 ب 4 برضو هنجيب الابسوليوت سوري فاليو بتاعته، فهيبقى عباره عن 8. يبقى البكسل دي انا هعمل لها ريبليسمنت هنا ان انا احط الفاليو بتاعتها ب 8. طب 8 دي بتريبريزنت ايه؟ الايدج سترينث عندها. تمام، ده اول حاجه. مشكله الديس ادفانتج يعني البرايمري ديس ادفانتج بتاعت روبرتس ان هو فيري سنسيتيف تو نويز عشان هو واخد مساحه ايه صغيره وعشان يبدا يحسب فيها الموضوع ده. تاني اوبريتور عندي اللي هو بيرويت اوبريتور، ده عباره عن 8 ماسكس 8 فلترز في 8 دايركشنز مختلفين. ال 8 دايركشنز دول بيطبقوا على نفس البوينت. تمام، طب بتاخدي انهي دايركشن فيهم؟ بتاخدي انهي ايدج ماجنيتيود؟ نشوف الفلتر اللي هيدينا الماكسيمم فاليو، هعتبر ان ده الدايركشن بتاعت الايدج بتاعتي. بصوا دي سامبل منهم واعملوا له بقى كملوا بقيه الروتيشن، يعني اهو ده اول ماسك ده بيطرح كل بكسل من اللي تحتيهم وبيتحط الفاليو في دي وكانه بيجنور اليمين وشمال، ده كانه بيدور على ايه؟ ده كانه بيدور على الهوريزونتال لاين، هو بيشوف التشينجز اللي موجوده وبيدور على ايه؟ على الهوريزونتال لاين. لو في فرق كبير بين ده وبين ده يبقى معناها موست بروبلي ان في هوريزونتال لاين هنا، وده بيدور على الدياجونال بياخد البكسلز اللي هنا مجموعها بيطرحها من البكسلز اللي هنا، لو في ديفرنس كبير الرقم ده هيبقى فيه رقم هنا فبيقول ان في تشينج في الاتجاه ده. طب وده بيدور على الفيرتيكال، وفي منه بقى جربوا ايه كل البوسيبل كومباينيشنز منهم، يعني هنقعد نعمل كل الروتيشن، في منهم حاجات بتبقى ناحيه الكورنرز وان سو اون، ففي عندي 8 بوسيبل دايركشن.
كل الدايركشن هيجي بالماسك اللي بيدينا ماكسيمم ماجنتيود. يبقى الراب البيرورد البيرورد الرابرت بيبص على 4 في 4، البيرورد بيبص عنده 8 ماسك لنفس البكسل بيعمل لهم ابلاينج وبناء عليه بيحدد ايه هو الدايركشن بتاع الايه. تمام، ده اكزامبل على الرابرت والايه والبيرورد، يعني دي الايمج الاساسيه. ده الاوتبوت باستخدام الرابرت، ده الاوتبوت باستخدام البيرورد. اشهر واحد بقى في الفيرست دريفيتيف اللي هو ستوب الفلتر. ستوب الفلتر ميزته ان هو يعني حل مشكله السنسيفيتي تو نويز بتاع الرابرتس، ان هو بقى اكبر النيبر هود شويه بقت 3 في 3. ومشكله مشكله بيروت ان انا عندي 8 دايركشن 8 حاجات في اتجاهات مختلفه، فده كتير قوي. هو قال لك ايه؟ طب قال لك الاساس الهوريزونتال والفيرتيكال، واحنا اساس الجراديانت اللي احنا خدناها ان انا عندي تشينج واحد في اتجاه الاكس واحد في اتجاه الواي. طيب خلاص، يبقى انا هبص على التشينج اللي في اتجاه الاكس وهبص على التشينج اللي في اتجاه الواي، فانا عندي تو فلتر. الفلتر الاولانيه دي بتبص على التشينج في اتجاه الاكس، هي بتدور على الفيرتيكال لاين، وعندي الاتش واي بدور على التشينج في اتجاه الواي، فهي بتدور على ايه؟ على الهوريزونتال لاين. تمام، الفرق بين الماسك بتاع صوبل والماسك بتاع بيروت ان هو مدي ويت اكتر للدايركت نيبرز اللي جنبه. تمام، بس كده. طب انت كده جبتي التغيير في اتجاه الاكس والتغيير في اتجاه الواي، الماجنتيود بتاعك هيبقى ايه؟ نفس الايكويشن بتاعه الايه جراديانت اللي هناخده من الاتش اكس، الابسوليوت فاليو بتاعه زائد اللي هناخده من الاتش واي. تمام، او هنجيب ده سكوير زائد ده سكوير كله ايه اندر سكوير روت، ده شغال وده شغال، فدي الايدج سترينث بتاعك. طب بالنسبه لك بالدايركشن نفس الايكويشن اللي احنا برضو كنا كاتبينها، الواي اوفر الاكس، الاتش واي ناقص اوفر اكس. ممكن تعملوا لها تان نيجاتيف 1 وممكن تسيبوها كده على انها ايه، على انها دي التان فاليو، مش هجيبها از ان انجل يعني. تمام، بس هو كده قدر يحدد الايدج دايركشن الحاجه اللي ليها كومبوننت في اتجاه الاكس في اتجاه الواي، جبنا الماجنتيود وجبنا الايدج دايركشن بتاعها. فالصوبل هو الموست كومنلي يوز، ممكن يستخدم كمان عشان تديتكت الفيرتيكال لاين لوحدهم او الهوريزونتال لاين لوحدهم او اي حاجه. بس الاكزامبل ده اهو، دي الصوره الاساسيه، دي الاوريجينال، ده التغيير اللي في اتجاه الواي. تمام، ده الدي واي، فهو بيدور على ايه؟ على الهوريزونتال لاينز. بصوا ال7، بص الخط بتاع ال2 باينين، مع ان الحاجات الفيرتيكال مش كلها باينه، هي ملهاش كومبوننت في اتجاه ده، وده اللي بيدور في اتجاه الاكس، ده بيدور على الفيرتيكال لاين. بص، طب الحاجات اللي هي الدياجونالز دي اللي هي فيها سلوب معين، هي ليها كومبوننت في اتجاه الاكس وليها برضو كومبوننت في اتجاه الواي، فاما جمعنا الاثنين على بعض، جبت الماجنتيود بتاع ده زائد الماجنتيود بتاع ده، او اللي سوري الابسوليوت فاليو بتاع ده زائد الابسوليوت فاليو بتاع ده، الماجنتيود جاب لي الايدجز اللي في كل ايه، اللي في كل الدايركشن. بصوا هنا الهوريزونتال لاينز باينه هنا بس مش باينه تحت خالص، ما جمعنا الاثنين كله بان على بعض. تمام، فده السبب تو كومبير بين الثلاثه. لو دي الاوريجينال ايمج، ده الروبرت، ففي شويه نويز موجوده. اما جينا عملنا البيروت، بصوا نويز كتير اختفت اما كبرنا نيبر هود شويه. اما جينا عملنا ده بين البيروت والصابت، دي الفاينل ايه، الفاينل فاليوز اللي موجود. تمام، فكده احنا خدنا اول ثلاثه اوبريتورز اللي هم معتمدين على ابروكسيميت الفيرست دريفيتيف. فيرست دريفيتيف از ا ديفرنس، ديفرنس يمين وشمال فوق وتحت في كل الدايركشنز عشان اعرف ايه التشينج اللي حصل، واحط الفاليو اوف التشينج دي جوه البكسل اللي في النص. خدنا الروبرتس 2 في 2، البيروت فيه 8 ديفرنت فلترز بيطبقهم، والفلتر اللي ليه ماكسيمم ماجنتيود بيعتبر هو ده الدايركشن اوف ذا ايج. خدنا الصوبل اللي سمرايز الكلام ده في تو فلترز، واحد في اتجاه الاكس وواحد في اتجاه الواي، ومنهم بيقدر يبريدكت اي دايركشن موجود. في عندي برضو اوبريتورز بتابروكسيميت السكند دريفيتيف. جيفن ان الفيرست دريفيتيف بدور على اكستريمز، فالسكند دريفيتيف بدور على زيرو كروسنج. ات ووز سيد ان سيرشنج فور زيروز از ماتش ايزير عن ان انا بسيرش فور ماكسيمم فاليو. اشهر اوبريتور موجود اللي هو اللابلاس اوبريتور، ده احنا خدناه اول ما خدنا الكونفوليوشن، خدنا شكل الماسك بتاعه. هو عباره عن 3 في 3 بيبص على 4 نيبر هودز او 8 نيبر هود، وهو موست بوبولار عشان يجيب الايه السكند ريبت، يا اما ده يا اما ده. ده اللي احنا جربناه اول مره خالص اما خدنا الكونفوليوشن، اللي هو كان بيجمع كله وبعدين يطرحه من اللي في النص. طبعا لو الاريا دي كلها سموث ده هيبقى زيرو، لو الاريا فيها تشينج هيبقى ايه، هيبقى فيه فاليو.
ده اكزامبل كده على ان انا بابلاي الماسك ده او الماسك ده على الصوره دي. طبعا انا بعناية انا شايفه ان انا ممكن يبقى عندي ايدج في الحته دي، صح؟ حاجه فرق بين ده وبين ده، من جراي ليفل لجراي ليفل. تعالوا نبص عليها الفاليو بتاعه هو هنا عامل العكس، يعني كله نيجاتيف 1 ودي 4، او ممكن تعملي كله 1 ودي نيجاتيف 4، ده او ده واحد. تعالوا نبص على الزيرو كروسنج، يعني الزيرو ده هو زيرو بتوين تو ماكسيمم، الزيرو ده بتوين تو ماكسيمم، الزيرو ده بتوين تو ماكسيمم، واحد ونيجاتيف واحد زيرو، ده دول كلهم زيرو كروسنج، فدول يعتبروا الايدج بوينت سواء هنا او هنا، تمام؟ الفرق بس ان انا زودت النيبر هود، ان الماكسيمم فاليو دي ايه؟ دي زادت، فكل دي عباره عن ايدج بوينت، فانا كاني بدور على الزيروز بتوين الزيروز بتوين تو ماكسيمم، هو ده. في حاجه من اللابلاس، يعني من اللابلاسين فلتر ده ساعات بنقدر نستخدمه، ليه اسمه لابلاسين اوف جاوسين. لما نيجي نعمل لابلاس فلتر لو الصوره فيها نويز النتيجه هتبقى مش كويسه، يعني لان في نويز في الصوره فيطلع لي ديسكونكتد ايدجز كتيره والدنيا، او هتبقى الصوره اصلا ايدج ايمج نويزي. فلك الاول ان انا ممكن ابلاي جاوسين فلتر الاول عشان اسموذ الايمج، اعين النويز شويه، وبعد كده ابلاي اللابلاسيان، تمام؟ وبعدين ابقى ادور على زيرو كروسنج واشوف السلوب بتاع الزيرو كروسنج ده عشان اعرف اتجاه الايدج، فده اسمها لوج لابلاسيان اوف جاوسيان اوبريتور، تمام؟ ده مهم جدا وهنحتاجه كمان شويه واحنا ماشيين. بس اللي احنا عملناه دلوقتي وي ديد فلتريشن الاول عشان اسبريس نويز بيفور ان انا ديتكت الايدجز عشان اختارها تبقى احسن، او هبص على الايدجز الاقوى اللي هتفضل موجوده بعد ايه؟ بعد الجاوسيان فلتر. بصوا ده الفرق بين اللابلاس ويز سموذنج وذاوت سموذنج. وذاوت سموذنج النويز اللي موجوده بقت طالعه ان انا عندي دوت كتير بيضه، فالصوره نفسها بقت نويزي. اما بعمل سموذنج اللي حصل ان الايدجز بس المهمه هي اللي فضلت والحاجات التانيه ابتدت ايه؟ ابتدت تختفي. ده الفرق بين الاوتبوت بتاع ستوب الفلتر وده اللي طالع من لابلاسين فلتر. ايه الفرق بين الاثنين اللي انتوا شايفينهم بعينيكوا؟ شايفين ايه المشكله؟ او شايفين ايه الفرق؟ يعني لو انتوا بصيتوا على الصورتين هتحسوا ان الصوره بتاعت اللابلاس زي ما تكون فيها دبل ايفكت او دبل ريسبونس، يعني مرسوم الخط مرتين، هنا مرسوم خط واحد، هنا تحس ان الصوره زي ما تكون الحاجه مرسومه مرتين وهنا مرسومه مره واحده. عارفين الفرق ليه؟ تعالوا نبص من الصوره اقرب. السوبل الخط اللي مرسوم ده هو الايدج، في اللابلاس الزيروز دي هي الايدج، يعني الصوره اللي موجوده هنا دي مش الايدج بوينتس، دي البوينتس اللي هي الماكسيمم اللي موجوده كانت في الايمج نفسها، عشان الاقي الايدجز بالظبط واتجاهاتها اي هاف تو فايند زيرو كروسنج، وهي دي اللي ارسم عليها والباقي ده كله سيت زيرو. فعشان كده انت هنا حاسس ان في دبل ريسبونس، لكن هنا ايه؟ انت حاسس ان هو سنجل ريسبونس. هو طبعا شايف ان الزيروز دي ايزي تو فايند عن ان انت تقعد تدور على الماكسيمم فاليو هنا. To design an edge detector عشان نعرف نديزاين اي edge detector ويبقى effective، احنا عندنا ثلاث حاجات اساسية لازم نبص عليها. اول حاجة good detection، ان الديتكتور لو كان optimal لازم ان يمينيمايز probability of false positive. يعني ايه false positive؟ يعني انت تقول ان دي edge point وهي actually مش edge point، تمام؟ ان انا اختار اي point اقول انها edge وهي تبقى caused by noise، هي عبارة عن noise. فواحدة من الكريتيريا اللي انا بعملها عشان اقول ان انا عملت ان اوبتيمال ايدج ديتكتور الجود ديتكشن، ان انا اقدر اديتكت الحاجه صح. وطبعا ان انا يعني انا بس عايزه اقلل الفولس بوزيتيف وكمان اقلل الفولس نيجاتيف، يعني ان انا يبقى عندي ايدجز وايه واضيعها ما اطلعهاش، تمام. تاني فيتشر موجوده عندي اللي هي جود لوكاليزيشن. يعني ايه جود لوكاليزيشن؟ يعني الايدجز اللي انت حددت، انت حددت ايدج بوينتس قلت لي ان دي البوينتس اللي موجوده عندك، يستحب انها تكون as close as possible من الترو ايدج. يعني ما ينفعش يعني لو ده الترو ايدج بتاعي ما ينفعش تختار لي البوينتس دي كلها تقول ان هي دي على الايدج وهي اكشلي مش على الايدج، دي اسمها باد لوكاليزيشن، تمام. تالت حاجه من الكرايتيريز المهمه برضو فور جود ايدج ديتكتور اللي هي اسمها سنجل ريسبونس. يعني ايه سنجل ريسبونس؟ انت ما تعملش حاجه اسمها دبل ريسبونس على نفس الايدج. يعني لو هي ايدج واحد هو عباره عن لاين واحد كده ما تطلعوش متكرر 3 4 مرات بالمنظر ده، لان يعني كده الدنيا هو مش بيريبريزنت الايدج بالظبط،
تمام، يعني the detector must return one point only for each true edge point او to minimize the number of points. يعني لو ما طلعتش واحد او ثلاث بس، ما تطلعش 10 ما تطلعش 5، فنلاقي ان احنا عندنا a very thick line بي represent one edge يعني. تمام، يبقى انا عايزه مينيمايز النمبر اوف لوكال ماكسيما اراوند ذا ترو ايدج، احاول اقلل على قد ما اقدر ان انا يعني اخد سنجل ريسبونس. احنا قلنا عندنا 3 كرايتيريا عشان اقول ان ده اوبتيمال ايدج ديتكتور. اول حاجه ان انا عندي يبقى عندي سنجل ريسبونس، ان انا ما اعملش دبل ريسبونس. تاني حاجه ان هو فكره اللوكاليزيشن، ان هو يلوكالايز الايدجز كده. وتالت حاجه ان هو يديتكت اصلا، يديتكت الايدجز صح، فما يبقاش sensitive to noise او ان هو يمس edges اصلا موجود. عشان ريفيو تاني، good detection, good localization and single response. تمام؟ في الفيديو اللي جاي احنا هنتكلم بقى على ال edge detector اللي هو اسمه كاني edge detector، ده اشهر edge detection تكنيك موجود، واكتر حاجة ممكن نلاقيها بنستخدمها واسمها بنسمعه كتير. هنبص على الستبس بتاعته بالتفصيل ونفهمها ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا.